رئيس السيسي يعطي إشارة البدء لمشروعات تنمية شاملة بالمحافظات ويفتتح مشروعات للإسكان الاجتماعي بالسادس من أكتوبر. رئيس الوزراء يؤكد أن ما تشهده مصر حاليا هو مقدمة لعدد من المشروعات العملاقة. المعلم يحذر من أي عدوان بري على الأراضي السورية ويؤكد ذهاب الحكومة لمفاوضات بدون أي شروط مسبقة. من مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. مرحبا بكم. أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس إشارة البدء لعدد من المشروعات الخدمية ومشروعات التنمية الشاملة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عدد من المحافظات. وقد جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة السادس من أكتوبر لتفقد عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها القوات المسلحة، حيث شدد الرئيس على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء. إشارة بدء جديدة للتنمية والبناء إذانا بتدشين مشروعات سكنية وخدمية تضاف إلى سابقاتها على أرض مصر، تنطلق هذه المرة من مدينة السادس من أكتوبر، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي وعدة منشآت خدمية بالمدينة بالتعاون بين وزارات الإسكان والشباب والاتصالات والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. كما أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء عبر شبكة الفيديو كونفرنس لعدد من المشروعات الخدمية ومشروعات التنمية الشاملة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عدد من المحافظات، من بينها إنشاء كبار وبناء 13,000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تم طرحه أغسطس الماضي، وتطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والمحاور المرورية، وحفر أبار مياه للري، وترميم مستشفيات، وبناء بعض المنشآت الخدمية في محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية وجنوب سيناء والمنوفية ودمياط والغربية وبني سويف وسوهاج وقنا وأسوان. وخلال حديثه عن تلك الإنجازات، طالب الرئيس السيسي المسؤولين والإعلاميين بتوضيح التكلفة الفعلية للخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد وطبيعة التحديات التي تواجهها. بفضلكم كمسؤولين اشرحوا للناس زي ما أنا بتكلم كده، تقول له متر الماء اللي بيوصل لحضرتك ده بيكلفني كذا، انت بتاخده بالتمن الفلاني، والدولة ما تقدرش تستمر بالطريقة ديت. الدولة لا تستطيع، مش هي مش عايزة، هي ما تقدرش تقدم الخدمة بالطريقة، ما عندهاش قدرة على ده إذا كنا احنا بندور على الأجيال القادمة. الرئيس السيسي شدد كذلك على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، موضحا أن هذه الخدمات الأساسية تقدم للمواطن بأقل من تكلفتها الفعلية بكثير. إذا كانت المياه بتكلف المتر 160، طب احنا بندي للمواطن بكام؟ بكام؟ قول يا دكتور. النهارده حضرتك الشريحه اللي كان اللي هي اول شريحه اللي هم اهالينا محدودي الدخل، كان الرقم اللي بياخدوه ب 23 قرش. انا بس عايز اقول يعني ده اقل من يمكن ربع تكلفه الميه اللي بتوصل لحضرتك. ال 23 وال 50 وال 70 والجنيه ده اقل من تكلفه الميه الحقيقيه. وأعلن الرئيس السيسي عن تخصيص 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر للمساهمة في إنشاء 100,000 وحدة سكنية جديدة تلبية لاحتياجات المصريين من المساكن وعدم لجوئهم إلى المساكن العشوائية. لازم يعرفوا حجم الجهد وحجم التحدي المطلوب عشان نقدر نتغلب وتبقى في بلدنا أمل حقيقي للناس. مش لا، فاحنا محتاجين 100,000 تاني. وانا اسمح لي ان انا اقول لك ان انا من تحيا مصر في 1 مليار جنيه لصالح دعم هذا الموضوع، ودبروا نفسكم في الباقي بقى، شوفوا هتعملوا ايه. 50,000 وحده وال100,000 وحده وال200,000 وحده في السنه
لا تساوي المطلوب، وإلا يبقى احنا هنفضل نبقى شايفين بلدنا عبارة عن بناء عشوائي. هنا حطينا مواصفات محترمة وحطينا مناطق رياضية ومدارس وحضانات ودور عبادة وكل حاجة ممكن يعني يتمناها الإنسان المصري، اللي احنا عايزين نساعده على ان هو الأسر تساعد، نساعد الأسر على بناء أولادها. وخلال الاحتفال قام الرئيس السيسي بتسليم عقود التمليك لعدد من الفائزين بقرعة مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق اكتوبر، قبل أن يتفقد عددا من تلك الوحدات وبعض المنشآت الخدمية بالمشروع. علاء رشوان، النيل. من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن مصر بما لديها من أجيال واعدة من الشباب وإمكانات وقدرات هائلة قادرة على التغلب على التحديات وعلى جعل مصر بوابة للتجارة الإقليمية والعالمية. وأشار إسماعيل إلى أن ما شهدته مصر منذ أيام قليلة بتدشين مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان كان مقدمة من المشروعات العملاقة. إن بلدنا الغالية بما لديها من أجيال واعدة من الشباب وإمكانيات وقدرات هائلة قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها وعلى جعل مصر بوابة للتجارة الإقليمية والعالمية ومركزا للعديد من الصناعات بمختلف أنواعها وملتقى للثقافة والإبداع. السيد الرئيس، لقد كان لجهود كل العاملين في هذه المشروعات وكذلك دعم سيادتكم المستمر وتوجيهاتكم المباشرة باشتراك جميع القطاعات بالدولة في تحقيق التنمية الشاملة أكبر الأثر في انطلاق بقوة نحو النمو والاستثمار وتعميق الإصلاح وضمان انخراط الجميع في تحقيق ذلك، حيث تعد الشراكة والتكاتف بين جميع القطاعات بالدولة أساساً راسخاً لبناء وطن قوي مزدهر. إن ما شهدناه منذ أيام قليلة بتدشين مشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان انطلاقا من منطقة الفرافرة ومن قبله إطلاق إشارة البدء لمشروع تنمية شرق بورسعيد كان مقدمة لمجموعة من المشروعات العملاقة والتي سيجني ثمارها شعبنا العظيم خلال سنين قليلة إن شاء الله. أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر يعد جزءا من المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة. أشار مدبولي إلى أهمية إصدار قانون الإسكان الاجتماعي في عام 2014 حيث يتضمن استدامة هذا البرنامج العملاق. الإسكان الاجتماعي في مدينة 6 أكتوبر، وده جزء من المشروع العملاق للدولة متبنياه، وهو الخاص بتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة في كل ربوع مصر، وهو بيهدف للأساس لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية من خلال توفير مسكن لائق للشباب والمحدود الدخل، بيهدف إلى جودة حياة رائعة وجديدة ومسبوقة لم تكن موجودة في هذه النوعية من المشروعات من قبل. أهم جزء الدولة حرصت عليه عشان نضمن ان هذا المشروع يكتب ليه الاستدامة والاستمرارية وما يبقاش مرتبط بفترة زمنية فقط، كان اصدار قانون الاسكان الاجتماعي اللي صدر بالفعل في عام 2014 واللي نص على انشاء صندوق الاسكان الاجتماعي اللي يكون معني بعد كده بتنفيذ هذا المشروع الى يعني ان شاء الله بصفة مستمرة ولا يكون مرتبط فقط بفترة زمنية محددة، وبالتالي بنضمن استدامة هذا البرنامج العملاق. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، بعد التحية، كيف يمكن من وجهة نظرك الاستفادة من المشروعات التي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لها في مجال الاستثمار بحيث تعود بالخير من أجل بناء وتنمية هذا الوطن؟ مساء الخير في البداية، حياة حضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد ما شاهدناه اليوم أمر هام للغاية. أهم ما لفت انتباهي هو إشارة الرئيس إلى حجم التحديات اللي بتواجه الاقتصاد واللي بتواجه المواطن. الحقيقة المواطن كان مستغرق في مزيد من التفاؤل الغير مبني على الواقع، وده الحقيقة كان يخلق نوع من الإحباط لدى المواطن. وكل عام الكل لازم يجب أن يدرك أن أمنا الكثير، لأنه الحقيقة حجم ما فات المواطن وما فات الاقتصاد المصري أيضا الكثير. الحقيقة حجم المضافق والخدمات العامة اللي تكون قادرة على أن تحقق مستوى جيد لمعيشة المواطنين كنا بنفتقده على مدار
سنوات طويلة وفي شتى القطاعات. فكنا بنتحدث عن الإسكان زي مشروع السيد الرئيس، إحنا في حاجة سنويا إلى ما يتخطى حاجز النصف مليون وحدة سكنية سنويا. هذا العمل لم يكن يتحقق من قبل، وبالتالي نحن لدينا طلب زائد لا يواجهه معارض حقيقي من المحليات السكنية، وبالتالي المشكلة بتتضاقم وبتنقل المجتمع المصري إلى مجتمع العشوائية. نعم. هذا العمل منطبق على مياه الشرب، منطبق على الكهرباء، على الصرف الصحي اللي هي كما أشار وزير الإسكان إنه حجم ما يتم تخطيطه من ربوع مصر ما يتعلق به الديف كان لا يتخطى حاجز 15% من تعداد القرى، وبالتالي نحن كنا في وضع كبير أو ضخم من التحديات اللي محتاج حجم كبير من التمويل. مسألة الحقيقة ليس لدينا القدر الكافي من المرافق العامة، وأيضا ما كان لدينا من بعض المرافق كان لا ينفق عليه بالشكل المطلوب في عمليات الصيانة، وبالتالي ده قلل من معدلات الكفاءة في استخدام ما لدينا من موارد. بالحقيقة كل دي صعوبات بالغة علشان المواطن يدرك أو يشعر بنقلة نوعية في مستوى الخدمات. هذا الأمر يتطلب رقم كبير للغاية من التمويل، احنا بنتكلم على عدة مئات من المليارات في كل قطاع. فكنا نتحدث عن الزراعة ونقلها من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط من خلال وسائل حديثة في الري، فكنا نتحدث عن الصرف الصحي أو بناء مساكن وما إلى ذلك. كل هذه القطاعات الحقيقة محتاجة لأرقام تمويل ضخمة للغاية. مهم أوي يعني حجم التحديات اللي بتواجه الاقتصاد، اللي بتواجه المجتمع. نعم. والحقيقة ليس لدينا وقت كبير كي نضيعه، مهم أن الكل ينخرط في العملية الانتاجية، لكن نقطة البداية من وجهة نظري. نعم. هو إشارة السيد الرئيس لأمرين هامين، أمر. نعم. اقتصاديات التشغيل، أنه مهم أوي يبقى أي خدمة بتقدم بتكلفتها الطبيعية اللي يكون لها مقابل يستطيع من خلاله القائم أو المسؤول أنه يحافظ على المرافق العامة للدولة. الأمر الثاني أنه المواطن يدرك حجم ما يواجه المجتمع من تحديات علشان ما يستغرقش في التفاؤل ويكون هناك مزيد من الإحباط، لأنه مزيد من الإحباط بالتأكيد يأثر على المجتمع، لأنه أي مجتمع محبط لا يمكن البناء عليه. جزيل الشكر دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، وأيضا ينضم إلينا على الهاتف الدكتور مدحت الشريف استشاري سياسات الأمن القومي. دكتور مدحت أهلا بحضرتك يا فندم، كيف تابعت إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لعدد من المشروعات الخدمية الجديدة ومشروعات التنمية؟ أثر هذه المشروعات من وجهة نظرك في تلبية الاحتياجات المجتمعية في هذه الفترة تحديدا والتي نحتاج فيها إلى تنمية شاملة للوطن؟ طبعا هو اللي حصل النهارده ما كانتش اشاره بدء، هي بالفعل كانت مشروعات تم تنفيذها على ارض الواقع، وزي ما السيد الرئيس قبل كده اشار في اكتر من حديث فيه انه مش هيبتدي يعلن عن مشروعات الا اما تكون حضرتك تقصد المشروعات الخاصه بمدينه السادس من اكتوبر اللي هي موجوده لتفقدها الخاصه بالاسكان الاجتماعي. لا خليني اقول بشكل عام. مشروعات الاسكان الاجتماعي. نعم. الكباري، محطات المياه، في حاجات كتير قوي، خدمات عامه بما فيها زي ما احنا بنقول احنا بنتكلم على التنميه المستدامه، فاحنا بنتكلم بمفهوم التنميه المستدامه، فهي تطوير للارض وتطوير للمجتمعات وتطوير للبيئه وتطوير للبشر بما يحافظ على حقوق الاجيال القادمه. فاحنا هنا شملنا ان الشمول اللي احنا بنتكلم عليه ما بين تطوير مشروعات على أرض الواقع. نعم. وتطوير بنية أساسية وتطوير للبشر في التنمية البشرية في المشروعات. صحيح. اللي بتتم حاليا دلوقتي البرامج التدريبية معينة. اللي احنا بنتكلم عليه ده كله هي عناصر التنمية المستدامة. نعم. هي عنصر هنا مفقود وده اللي يمكن الأشار إليه السيد الرئيس، هي حقوق الأجيال القادمة اللي هو أشار إليه بوضوح. مظبوط. إذا كنا بنتكلم على حقوق الأجيال القادمة يبقى نتكلم على متر مكعب للمية اللي اتكلم عليه السيد الرئيس اللي 860 قرش وبيتباع لمحدود الدخل اللي هي الشريحة الأولى ب 25 قرش. أيوه. يعني الدولة بتمول 135 قرش. ال 135 قرش دي من حقوق الأجيال القادمة. إذا كانت الدولة بتعمل مجتمعات متكاملة زي المباني السكنية، بتعمل جنبها مستشفى، بتعمل جنبها قسم شرطة، بتعمل جنبها مدرسة، حضانة، ده ما كانش موجود زمان. بتنمي مجتمعات بشكل كامل عشان تحافظي على حقوق الأجيال القادمة، ما يجيش بعد كده يسكن وما يجيش الأطفال يوديهم مكان. احنا بنستنزف موارد في المرحلة الحالية نتيجة المشاكل الاقتصادية اللي بنعاني منها في عناصر الدعم، ويمكن السيد الرئيس أشار لده بوضوح.
قال ان احنا في المراحل الجاية مش هنقدر نستمر بهذا الشكل، احنا بنأثر على اقتصادات الدولة حاليا وعلى الاجيال القادمة في نفس التوقيت. وبالتالي مسألة التركيز على حقوق الاجيال القادمة دي فعلا اللي اكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية وايضا مشروعات التنمية الشاملة في مختلف المحافظات طبعا ومن بينها مدينة السادس من اكتوبر. جزيل الشكر دكتور مدحت الشريف استشاري سياسات الامن القومي. وصل اليوم جثمان الشاب الإيطالي مع أسرته إلى روما قادما من القاهرة. كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد قد أعلن أن الساعات 24 الماضية شهدت اتصالات مصرية إيطالية على مستويات عديدة ورفيعة، وتأتي هذه الخطوة للتنسيق بشأن استجلاب أسباب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجاني في مصر. هذا وقد وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس وفد أمني إيطالي قادما من روما في زيارة إلى مصر تستغرق عدة أيام، يتابع خلالها التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات مصرع الشاب الإيطالي. أصدر النائب العام أمرا بحظر نشر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، ويتم حظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمين 8 في إعادة محاكمتهم في قضية خلية السويس، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات ضد 11 متهما في قضيتي أحداث الطلبية الذين أدينوا بالتجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطلبية، وفي قضية ثالثة قضت جنايات القاهرة ببراءة متهم وغيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد 3 متهمين في قضية خلية حلوان. وصل وفد وزارة الموارد المائية والري المصرية برئاسة أحمد بهاء الدين رئيس قطاع الوزارة لمياه النيل إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع 10 للجنة الوطنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يبدأ أعماله غدا. يناقش أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث التي ستستمر ل3 أيام تقرير عرض المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بشأن الدراسات الفنية المطلوبة لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان. استقبل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني بالكونغو الديمقراطية ورئيس الأخبار المصورة هناك. تناول اللقاء مناقشة التعاون الإعلامي بين المؤسستين، ورحب عصام الأمير بتقديم المساعدات الفنية والتقنيات اللازمة التي يطلبها الجانب الكونغولي خصوصا في مجالات التدريب والخبرات من أجل تدعيم العلاقات بين البلدين. بحث سبل التعاون في المجال الإعلامي بين مصر والكونغو الديمقراطية كان محور لقاء عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونيكول ديمبومبو المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني الكونغولي. بحثت خلال لقائي مع رئيس الاتحاد والتلفزيون مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات الفنية بين مصر والكونغو في مجال الإعلام على المستويين المرئي والمسموع. الأمير رحب بتقديم المساعدات الفنية والتقنية اللازمة التي يطلبها الجانب الكونغولي خاصة في مجال التدريب والخبرات بهدف دعم العلاقات والتعاون بين البلدين. ستتركز هذه الشراكة على تدريب كوادر فنية وإعلامية فضلا عن إنتاج أفلام وثائقية وتسجيلية، كما تم الاتفاق على تنظيم مهرجانات ثقافية بين مصر والكونغو يدعم علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين. كما أبدأ الأمير استعداده لإفادة مجموعة من الخبراء الإعلاميين إلى دولة الكونغو الديمقراطية لتقديم المساعدات الفنية والبرامجية اللازمة. أمل صبري، النيل.
نتحول إلى الشأن السوري، حيث أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن أي تدخل بري في الأراضي السورية دون موافقة حكومة دمشق يعد عدوانا. وفيما يخص مفاوضات جنيف، قال المعلم إن الحكومة ستنضم إلى حوار سوري سوري دون أي شروط مسبقة، مشيرا إلى صعوبة تطبيق وقف إطلاق النار قبل ضبط الحدود مع تركيا والأردن. أي تدخل بري في الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان، والعدوان يرتب مقاومته، تصبح واجبا لكل مواطن سوري. وقلت نأسف أن يعود هؤلاء بصناديق خشبية إلى بلدهم. سوريا تذهب إلى حوار سوري سوري بدون شروط مسبقة، لن ننفذ أي شرط مسبق لأي جهة كانت. إذا كان الموضوع الإنساني يهم أحد فهو يهم الحكومة السورية قبل أي جهة أخرى. نحن الحريصون على مواطننا، نحن الحريصون على تقديم الدعم الإنساني الغذائي الدوائي لكل المواطنين السوريين حتى المحاصرين من قبل المجموعات المسلحة بغض النظر عن جنيف أو غير جنيف. للمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد بسام الملك عضو الائتلاف الوطني السوري. سيد بسام، كيف تنظرون في المعارضة إلى التصريحات الأخيرة الخاصة بوزير الخارجية السوري المعلم بشكل خاص فيما يتعلق بصعوبة تطبيق وقف إطلاق النار الآن؟ بداية مساء الخير إليك ومشاهدينك الكرام. كلام فيه هراء وكلام لا يمكن قبوله. ما في دولة في العالم تحاصر شعبها وأطفالها وعندنا 18 منطقة على الجغرافيا السورية محاصرين بشعبهم، ويقول هو هذا اهتمام الحكومة. اهتمام الحكومة صحيح في أنه يحاصر شعبه، يمنع الأطفال الحليب قدام مجتمع بمضايا وبمنطقة دارية وبمنطقة المعظمية، الأطفال بلا حليب والنساء بلا دواء وبلا غذاء. هذا كلام لا يمكن قبوله. نحن بدنا شيء عم نشوفه على أرض الواقع، الحصار في منطقة مضايا. العالم صارت تأكل ورق الشجر، صارت تأكل الأطاس والكلاب، هذا معروف للم. وعدد القتلى وصلت المرحلة الشهر الماضي إلى 13 قتيل نتيجة الغذاء. إذن هذا كلام غير مقبول. فنحن ذهبنا إلى جنيف من أجل تطبيق قرار 2254 وفي بديهيات، وأخذنا أطمئنانات من الدول الكبرى والراعي، ولأول مرة 15 دولة في مجلس الأمن تصادق على قرار 2254 بما فيه روسيا اللي هي عم تقصف شعبنا إلى الآن وتدمر البنية التحتية، واللجوء اليومي 35,000 لاجئ صار داخل لتركيا، ولسه عنا ما يقارب 10,000 بين الأشجار والبساتين بالعراء والبرد. إذن نحن قدام نظام مجرم يقتل شعبه ويهجر شعبه، ليس حريص على شعبه، حريص على بقائه في النظام وبقائه في السلطة من أجل الحفاظ على مكاسبه وسوريا منهوبة إلهم اقتصاديا وسياسيا. السيطرة الأساسية، هناك نقطة أساسية مهمة جدا لمعلومة للمشاهد المصري والمشاهد العربي بشكل عام. هناك زيارة من 3 أيام لكيسنجر المهندس لمنطقة الشرق الأوسط في السياسة الأمريكية، يقوم على أساس الدراسات الحالية لتقسيم سوريا إلى 4 مناطق بالاتفاق مع روسيا والاتفاق مع إيران للحفاظ على الدولة العلوية في الساحل والدولة الكردية في الشمال حدود تركيا والدولة الجنوبية الدرزية في الجنوب والدولة السنية في الوسط. هذا هو السيناريو الذي تجد أنه يتم رسمه الآن. طيب سيد بسام، يعني بعد تأجيل محادثات جنيف لأواخر الشهر الجاري، هل أعددتم بعد أوراق ضغط جديدة على المجتمع الدولي من أجل العمل على التقدم على الصعيد السياسي وفي نفس الوقت تقديم حلول سريعة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة كما ذكرت وفقا للأرقام التي ذكرتها الآن؟ هناك مواضيع متعددة. نحن نريد تطبيق الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن أعلى السلطة الموجودة في العالم. اثنين، نحن عم نطالب، وهذا ما تكلمنا معه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع ديمستورا، أنه البندين 12 و13 تطبيقه للنظام قبل دخول مفاوضات. فقال
كان جواب دي مستورة هي فوق التفاوض، هذا حق مشروع للشعب السوري، يرفع الحصار وادخال المساعدات والافراج عن المعتقلين ووقف اطلاق النار، لكن النظام لا يريد خلال هذه الفترة واللعبة الوسخة التي لعبت دي مستورة. جزيل الشكر سيد بسام المالك عضو الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك. انتقد قال حاكم إقليم كالاس التركي إن 35 ألف لاجئ سوري وصلوا إلى الحدود خلال اليومين الماضيين وتم تسكينهم في مخيمات على الجانب السوري. أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن هناك خطة حاليا لتوسيع مخيم وحيد يستقبل النازحين في منطقة الحدود، موضحة أن المنظمات الإنسانية تسعى إلى الاستجابة لحاجات هؤلاء النازحين. حالة نزوح جماعي شهدتها الحدود السورية التركية مع تدفق موجة جديدة من السوريين الفارين من المعارك الدائرة في محافظة حلب التي تشهد هجوما واسعا من قبل قوات النظام السوري مدعومة بغارات الطيران الروسي. فعند معبر باب السلامة قرب الحدود التركية احتشد آلاف السوريين أملا في العبور إلى الأراضي التركية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم عالقين أمام استمرار السلطات التركية في إغلاق الحدود. قوات الأمن التركية رفعت تدابيرها الأمنية لأعلى مستوى وأعلنت أنه سيتم تسجيل اللاجئين الفارين من معبر أولجوبينار، وتعهدت أنقرة من جانبها بتقديم مساعدات غذائية ومأوى للنازحين السوريين على حدودها، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستسمح لهم بالدخول إلى أراضيها أم لا. جماعات حقوقية استنكرت موقف تركيا من إغلاق الحدود أمام اللاجئين، وطالبت منظمة العفو الدولية أنقرة بالسماح بدخول الفارين من موجات العنف في سوريا. الأمم المتحدة قدرت من جانبها أعداد السوريين العالقين على الحدود مع تركيا بنحو 20 ألف نازح سوري، بينما أشار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو إلى أنهم يقدرون ب 15 ألفا فقط. وتحدثت تقارير إعلامية عن أن نحو 70 ألف سوري يقيمون في 10 مخيمات في الجانب السوري على نقطة التماس الحدودية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف آخرين في طريقهم إلى تركيا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة مراسل النيل عمر أحمد. عمر، ما معنى تأكيد وزير الخارجية التركي مؤخرا أن بلاده لا تزال تعتمد سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين في ظل استمرار غلق الحدود أمام الفارين من ريف حلب، وخصوصا بعد الأرقام التي وردت في التقرير أنه في 35 ألف لاجئ سوري وصلوا بالفعل إلى الحدود خلال اليومين الماضيين؟ حقيقة لا يمكن تفسير كلام رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بأن تركيا لا تزال تستعمل سياسة الأبواب المفتوحة، خصوصا وأن تركيا اعتمدت على نظام الفيزا من جديد بعد أن كانت قد ألغته مع سوريا. ما يحصل أن تركيا اليوم حسب اعتقاد كثير من السياسيين والمحللين في تركيا تقوم بردة فعل عنيفة تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ممن كانوا حلفاء لما يسمى بين قوسين الثورة السورية، لأنهم لم يحاولوا أو لم يجهدوا في حماية حلب التي تعتبر أهم مدينة بالنسبة لتركيا وبالنسبة أيضا للمسلحين في سوريا بكاملهم. حلب إن سقطت يعني أن ما يحصل يمكن أن يتدحرج باتجاه القضاء على معظم المسلحين هناك، لذلك تركيا قامت بردة فعل كبيرة تجاه عملية يعني إسقاط حلب. وردت الكثير من الأنباء عن محاولات أو تحضيرات تركيا لغزو شمال سوريا لإعادة تموضع التوازن القوى المسلحة هناك لإعادة ما يحصل يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه للاستفادة منه في مفاوضات جنيف. جزيل الشكر مراسل النيل في أنقرة زميل عمر أحمد، ونشرتنا تتواصل معكم مشاهدين الكرام، وفيها بعد هذا الفاصل الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على جبل سوداء شرق العاصمة صنعاء.
ونتابع فيها أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان إلى 13 قتيلا. والآن نتابع أهم أخبار المال والأعمال مع الزميل الأمير داود. تفضل أمير. شكرا لك ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. الهيئة العامة للاستثمار تعلن تضاعف رؤوس أموال الشركات المؤسسة خلال عام 2015 عن الأعوام الثلاثة الماضية. أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار علاء عمر أن عددا من الشركات ضاعفت رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية بما يعزز من ملائمة البيئة الاقتصادية والقانونية للاستثمار في مصر. وأوضح عمر أن عام 2015 شهد تأسيس 12 ألف شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 28 مليار و700 مليون جنيه. كما أضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع الشباك الواحد كنموذج خدمات قد نجح في جذب انتباه المستثمرين بدول الخليج. كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية أيمن بدوي عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية فرنسية بالمحافظة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية. وأوضح بدوي أن الإعلان عن تفاصيل المشروع ستكون خلال زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة لمصر. رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية أكد من جانبه أن الغرفة تسهم في خلق بيئة استثمارية أفضل عبر عدد من المشروعات التنموية. يصل إلى القاهرة غدا الأحد عضو البرلمان جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصر. وتهدف الزيارة التي تستغرق أسبوعا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية البريطانية المصرية. يشار إلى أن الشركات البريطانية قد استثمرت في مصر ما يعادل نحو 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنة المالية 2014-2015 مستحوذة على أكثر من 40% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما بلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية على مدى السنوات الخمس الماضية في مصر أكثر من 25 مليار دولار. أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة لإعادة هيكلة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من أجل النهوض به في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بما يكفل سد الفجوة الغذائية في اللحوم الحمراء والدواجن. وذكرت الوزارة أن الدولة توفرت دعما يقدر ب 300 مليون جنيه لمشروع البتلو، وأنه تم مؤخرا منح 110 قروض لمشروع البتلو بإجمالي قروض بلغت نحو 7 ملايين جنيه لصالح صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تشارك في الفترة الحالية بعدد من المشروعات الطموحة والتنموية، ووضعت موازنة استثمارية لها مثل المخلفات وتطوير المحميات الطبيعية وغيرها. وقال فهمي أن وزارته ستعمل على تطوير المحميات الطبيعية واستغلالها اقتصاديا خلال الفترة القادمة. وأوضح وزير البيئة أن هناك برنامجا طموحا للشباب في الخطط الاستثمارية للوزارة وربط أنشطة الشباب بالأنشطة الاستثمارية. أكد تقرير للبنك الدولي أن دول مجلس التعاون تشهد عجزا في ميزانياتها وصل بمتوسطه إلى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول في عام 2015. وكشف البنك في تقرير له أن الكويت في أفضل وضع من أي دولة خليجية أخرى بنسبة عجز لم تتجاوز 7.2%، في حين تعد الميزانية السعودية هي الأسوأ حالا بنسبة عجز تقدر 19.5%، ثم سلطنة عمان بنسبة عجز تقدر 12.9%، ثم البحرين بنسبة عجز نحو 9.9%. ورغم ذلك فقد تزيلت الكويت قائمة النمو في منطقة الخليج بمعدل لم يتجاوز 1.12%. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزميلة ريهام الديب واستكمال البانوراما، تفضل. شكرا أمير. ونذكركم بأهم أنباء الساعة. الرئيس السيسي يعطي إشارة البدء لمشروعات تنمية شاملة بالمحافظات، ويفتتح مشروعات للإسكان الاجتماعي بالسادس من أكتوبر. رئيس الوزراء يؤكد أن ما تشهده مصر حاليا هو مقدمة لعدد من المشروعات العملاقة. المعلم يحذر من أي عدوان بري على الأراضي السورية ويؤكد ذهاب الحكومة لمفاوضات بدون شروط مسبقة. نتحول إلى آخر تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلنت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعادت جبل سوداء شرق العاصمة صنعاء في ظل تراجع ميليشيا الحوثي صالح. يأتي ذلك بينما واصل طيران التحالف العربي قصفه لمواقع المتمردين في صنعاء وفي مناطق أخرى من محافظتي تعز وحجة. في ظل احتدام القتال في اليمن خاصة في محافظتي تعز وحجة، أوضحت مصادر بالمقاومة الشعبية أن طيران التحالف العربي قصف مواقع تمركز ميليشيات الحوثي صالح في المحافظتين ودمرت العديد من الأليات العسكرية وقتلت من فيها، وذلك في إطار خطة تحرير المحافظتين. كما واصلت مقاتلات التحالف قصف مواقع المتمردين في العاصمة صنعاء وضواحيها. وفي ذات السياق استعادت قوات الجيش والمقاومة الشعبية المؤيدة له جبل سوداء شرق صنعاء في ظل انهيارات وتراجع ميليشيا الحوثي صالح. وتعد السيطرة على جبل سوداء خطوة مهمة على طريق العمليات العسكرية التي تجري شرق صنعاء. وتسعى القوات الشرعية إلى تحرير منطقة نقيل بن غيلان، وهي من المواقع الاستراتيجية المهمة التي تتحكم في طريق صنعاء مأرب. ويأتي هذا التقدم مع استمرار قصف طائرات التحالف العربي لأي إمدادات تسعى الميليشيا إلى توصيلها إلى عناصرها المحاصرة. وفي هذا السياق بدأ الحوثيون في الاتصال بمشايخ القبائل المحيطة بصنعاء لكسب تأييدهم في ظل الحرب الدائرة والاستعداد للمرحلة المقبلة. أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن كوريا الشمالية قدمت موعد بداية الفترة التي تخطط لإطلاق صاروخ فيها يوما واحدا، ليصبح الموعد المقرر هو غدا. وقد ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن بيونغ يانغ تعتزم الآن تنفيذ مخططها في الفترة ما بين يوم الأحد الموافق 7 فبراير إلى 14 من الشهر ذاته، أي قبل موعد خطتها السابقة الذي كان مقررا في الفترة من 8 إلى 25 من الشهر الجاري. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوب تايوان بقوة 6.4 درجات إلى 13 شخصا فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. تتركز عملية البحث خصوصا في المبنى المنهار المكون من 17 طابقا.
والآن نتحول إلى متابعة أهم أخبار الرياضة مع زميل مصطفى ميزار. تفضل مصطفى. شكرا جزيلا ريهام. أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن هناك برنامجا طموحا للشباب في الخطط الاستثمارية للوزارة وربط أنشطة الشباب بالأنشطة الاستثمارية بالوزارة. وقد جاء ذلك خلال افتتاح وزير البيئة اليوم معرض ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريم المتفوقين رياضيا منهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني. بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، كرمت وزارة البيئة عددا من المتفوقين رياضيا منهم خلال افتتاح معرض خاص بإعادة تدوير المخلفات. طبعا أهم حاجة لينا احنا كويس، أهم حاجة لينا احنا وإحنا برنامجنا، وإحنا عندنا برنامج استثماري أو انفاق، يعني يجب ان احنا نربط ده بالشباب، فاحنا ربطناه في المخلفات، عايزين نربطه بقى في المحميات، عايزين نربطه في التوعية والتدريب، عايزين نربطه في الفروع، لان احنا اولا عايزين نعبئ شبابنا اللي موجودين في الوزارة والجهاز، ولادنا وبركتنا، ويعني ما شاء الله عليهم. يمكن شفتوا حضراتكم لما بيطلعوا على الصعيد الدولي بيحققوا المراكز الاولى وبيحظوا بالتكريم، فلا اقل من ان احنا يعني يحظوا بالتكريم لدينا. وأنا عندي تعاون وثيق مع جهاز القوم الإعاقة وفعاليات وما شابه، ومثل هذه المبادرات الجادة يعني احنا لن نتخزل عنها ابدا. مؤسسة شباب بتحب مصر كانت برنامج اعاده تدوير، تعرفهم يعني ايه مخلفات بيئه وازاي يقدروا يستخدموا مخلفات البيئه ويعملوا منها حاجات تانية تستخدموها مره تانية. بالمعرض اللي تحت اللي حضرتك بصيتوا عليه هو شغل الولاد بايدهم، تصويرهم حاجه بايدهم، عارفوا يعني ايه ما يستخدم ازازه فاضيه بدل ما يرميها هيعمل بيها ايه، الكنز الفاضيه بدل ما نرميها هنعمل بيها ايه، المشابك، عارفوا حاجات كتير قوي. المقرمون من ذوي الاحتياجات حققوا بطولات رياضيه في عدد من البطولات الدوليه المختلفه، بالاضافه الى دمجهم في احدى البرامج الخاصه بالحفاظ على البيئه. بدل العرب السفلي 2010 مركز اول، بدل العالم النونيجا 2015 مغستيري وباحة ودايا ويوس. بنتعب معاهم بنلاقيه، وفي فرق كتير قوي بتطلع وبيتصرف عليها كتير قوي وبترجع زي ما راحت زي ما جت، انما ولادنا اللي بيتبذل فيهم معاهم مجهود بيلاقوه. دمج ذوي الاحتياجات في المجتمع من خلال العديد من البرامج المختلفة يتم ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهم دون التمييز بين أبناء الوطن الواحد. على منتصر النيل. ونهاية هذه الفترة الإخبارية تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يعطي إشارة البدء لمشروعات تنمية شاملة بالمحافظات ويفتتح مشروعات للإسكان الاجتماعي بالسادس من أكتوبر. رئيس الوزراء يؤكد أن ما تشهده مصر حاليا هو مقدمة لعدد من المشروعات العملاقة. المعلم يحذر من أي عدوان بري على الأراضي السورية ويؤكد ذهاب الحكومة لمفاوضات بدون أي شروط مسبقة. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، تحية لكم وإلى اللقاء.